أقيمت عصر اليوم في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة زيارة الدولة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وكان على رأس مستقبلي سموه رعاه الله فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث تفضل سموه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي لجمهورية الصين الشعبية، ثم قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله. بعدها تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.